بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. أتقدم بشكر جزيل للأخ والأستاذ السيد بدران لما قدم المعلومات رائعة في دورات المخازن، وكان نتاجها هو هذا البرنامج. نبدأ بالشرح الآن. راح نكتب كلمة المرور ورقم السرية، راح ندخل على البرنامج. طبعا اول شيء راح يطلع لي تنبيهين، لان هناك مواد ستنتهي صلاحيتها، يعني مواد راح تصير اكسباير، والثانيه اللي هي المواد التي ستنتهي من المخزن. ذولي اول اثنين هسه نقولهم رجوع. اول ما اجي البرنامج طبعا اروح اول شيء لسعر الصروف، اسوي مثلا 1200 دينار اليوم تقريبا، واروح لمن الاعدادات، هنا اكتب اسم الشيء اللي راح، يعني اسم المحل او العمل التجاري، هنا العنوان والموبايل، باقي المعلومات كلها امليها. نجي لمن هنا للعملة، العملة الاساسية، العملة اللي راح اتعامل بها، يعني مثلا عملتي او الدولار، يعني مثلا هنا نقول له راح اتعامل، يعني اشتغل بالعراقي وبعدين هو يحول للدولار. وهنا دولار وسنت. زين هسه نجي قوام شراء وبيع، يعني الدلالات الأساسية مالته مثلا بالشراء إذا نقد تمام، يعني هذا يجي افتراضي. خلينا على الطبعة، بس راح اختارها من الكرة، راح اختار بس الطبعة والباقي ابقيها ثابتة، ما عندي شي وياها. السندات ايضا طباعة، وهنا عمينا راح اقول له تحديث. بس نرجع الخطوة اللي بعدها، طبعا هسه كمان سعر الصرف ضفناه وجهزنا الاعدادات، راح نجي نضيف الشجرة الحسابية مع يعني الحسابات، راح نضيف اللي تشمل الموردين وتشمل المصروفات والملاك، يعني رأس المال والعملاء. فنجي هنا لإضافة حساب، مثلا هنا نجي فتح حساب نسمي علي محمد، هذا راح أخليه هنا مالك، يعني هو هذا برأس المال. أقدر أضيف معلوماته إذا علي إلى رصيد، يعني هم يعني أضيف هنا برصيد أول. نجي اللي بعده مثلا رضا علي، هذا يابا مجهز، هذا راح يجهزني بضاعة، إذا إلى رصيد علي طبعا يعني يطلبني فلوس، فراح أكتب هنا رصيد أول. جينا الحساب اللي بعده اللي هو مثلا سمي در علي، هذا نخليه أو العفو خليه مثلا إيجار، هذا مصروفات. أرسلت موبايل، من خليها بند المصروفات. هسه راح أجي أضيف الزبائن، يعني أحتاج مثلا در علي ومحمد حسين، وهنا نجي حسين عباس، وإلى آخرهم حسابات اللي راح أضيف. هنا أنا طلع عندي العدد إيش قد اللي ضايفاني، 7 حسابات، راح أقول له رجوع. طبعا هسه راح أروح إلى، يعني إذا عندي فد أموال موجودة ذلك، يعني لازم وين أضيفها؟ أضيفها بالصندوق. طبعا أنا الصندوق هنا مخليه بسند القبض، اللي أقدر تطلع بيه جميع الفلوس يعني الموجودة عندي، يعني المبلغ الموجود عندي. بس اروح على سنة القبض، مثلا راح اخذ من علي محمد، طبعا شوف السنة الاسم بيه خطأ، اوكي نروح لما نرجع الحساب، بس اكتب له هنا علي ميم، هذا علي محمد، اجي الى تعديل بس اضيف له الدال واقول له، راح اجي اخذ سنة القبض. طبعا هو نضاف عندي السند هنا، راح اقول له يابا هذا راح انطي 10 مليون، بس راح اقول له حفظ
زين، اجي ادخل السنة مرة ثانية بعد ما راح اقدر اعدل اي شيء عليه، هذا ثبت زين. وعادلة الي هنا ايش قد يعادل؟ 8333 دولار و33 سنت، هاي بالدولار. اذا اريد اعاين التقرير مالته خلي اعاينه بالاي 5، راح يطلع لي بهالشكل هذا. زين هسه راح نجي المن الى المستخدمين والصلاحيات. خلي اضيف لي فد مستخدم جديد، خلي اقول مثلا اسمه محمد، محمد عباس. هذا المستخدم ايش راح انطيه من صلاحيات؟ مثلا راح اعطيه فرضا بس يصدر سندات او العفو قوائم بيع، قائمة بيع بس اشراء الواقع عفوا كل من غير تأشير. اذا اريد اخلي له صورة هذا المستخدم فادرج كم منها، يعني نجي مثلا، مع الاسف انا ما عندي صورة هاي، خلي له هذه الصورة. اوكي، اريد انطي صلاحية ثانية انطيها، ما انطي اي صلاحية، ما راح اخلي له اي شيء، بس هذه الصلاحية وهي قائمة بيع. اوكي، بس راح اقول له رجوع، هو تلقائيا راح يرجعني محمد. الباسورد الافتراضي مالته طبعا صفر، الباسورد الافتراضي صفر. طبعا يقدر يطلع على المواد اللي راح تنتهي صلاحيات، طبعا نشوف كلهن، حساب قبض ماكو، رجعني اسم المستخدم محمد واسمه الكامل محمد عباس، ما يدخل على اي مكان بس فاتورة البيع. زين نجي مثلا نشوف هنا الصندوقية، يدخل ما يقدر يدخل على اي شيء. زين نرجع لحسابنا، الاساسي هسه عرفنا الإضافة مالت المستخدم. طبعا المستخدم اللي أضيف كلمة سر الافتراضية مالته تجي عندي صفر، هاي من جانب. من جانب آخر إذا أريد أغير كلمة المرور مالته موجودة عندي بالإعدادات هنا، من أنا أقول لك كلمة سر أقدر أغيرها منها. أوكي، نجي هنا لا توقف، هذه توقف يعني اريد اطلع وارجع، بس انطيها له، بس راح ارجع ادخل من جديد. انا ما حد يدري بشغلي، راح اقدر ادخل بيه باسم المستخدم علي، افتح يمه بشكل طبيعي. زين هسه نجي الى سندات الصرف. طبعا انا ضفت بسند القبض 10000، العفو 10 مليون دينار عراقي، فاجت عندي هنا وين بالصندوق 10 مليون دينار عراقي. هسه راح اجي اضيف مواد للبرنامج، او قبل اضيف مواد نجي للتقارير النقديه. المالك انا مالك هسه، دبيت فلوس وين بالصندوق، فشنو هذا؟ بالله يا ابا انا اطلب ترى الصندوق اطلبه 10 مليون، عفوا اطلب اني هسه 10 مليون دينار عراقي لان انطيت فلوس. زين هسه نجي المن الى اضافه ماده، شلون راح اضيف مواد؟ طبعا هذا البرنامج يشتغل باركود، مع الاسف الشديد انا ما امشي قرأت باركود، اذا في حرق من يمي. مثلا المنتج اسمه حليب نوفيلاك، سعره 6000 او خلينا نقول 5، ينباع بالسعر الخاص بستة، ينباع بالجملة بسبعة، وينباع بالمفرد 8.
رصيد اول عندي اضيفه ما عندي اوفه، رصيد اول من اضيفه ايش قد القيمه مالته مالت المبلغ، يعني المبلغ مالته ايش قد راح اسجل هنا. نجي هسه مستوى عاده الطلب، خلينا نقول له يابا انت عيد للطلب اذا صار عندي 10 قطع او اقل. الصغرى في التعبئه نوعين، التعبئه يعني يجيني مثلا هذا الشيء قطعه يعني حبه واحده او كرتون يعني زين، خلينا نقول هنا حبه وهنا كرتون، الكرتون يحتوي على 24 حبه نوفيلاك رقم 2. هسه نجي نكتب باركود ثاني اللي هو نوفيلاك رقم 2، نقول هذا ب 13000 وهنا ب 14 ينباع عندي 15 على هنا راح يطلع 16000. هذه التعبئة الثانية لهم مين عندي رصيد أول موجود أخليه ما عندي عوفة، مستوى عدد الطلب 10 قطع إذا بقت عندي، هنا نقول له حبة بكرتون العدد مالتها 12. هذه راح تجي نص ديش، ليش؟ لأنه هاي تجي التعبئة الأولى تجيني وزن مالتها أعتقد 450 غرام، هذه تجي 900 غرام. نجهز رقم 3، عندي مثلا راح أضيف حفاضات بامبرز رقم 5، خلينا نقول سعرها مثلا 6000 تنباع 7 8 9. طبعا هاي الاسعار كلها افتراضية لاجل العمل فقط لا اكثر ولا اقل، يعني الوحدة الصغرى مالتها كيس وهنا بالة يسموها، العدد بها اعتقد 6 او 5 قطع. مستوى عدد الطلب يا بقى اذا بقى عندي 5 قطع عيد للطلب من جديد، يعني يبقى عندي بالة واحدة. اي مادة من ذولي اقدر اعدل عليها مجرد ما اكتب اسمها فراح القاها، يعني هذه وهذه، او اكتب على الباركود يعني مثلا هذا اريد اعدل بيها يقول له من تعديل زين، اقول له هاي مثلا اسويها 10 سيف. هسه راح اجي الى شنو، راح اشتري بضاعة. البضاعة طبعا اشتريها منين؟ من مجهز مش انتهين من عنده، فاجي هنا اختر المورد يا هو رضا علي عندي يجي زين. طبعا شكل الفاتورة هنا المعلومات الاساسية، طبعا رقم الوصل اللي اشتريت بي يعني يجي وصل من عندهم او فاتورة تجي، خلينا نقول رقمها هذا اوكي. ملاحظات اذا عندي اذكرها ما عندي اعوفها. نجي من الدفع، دفعت رضا عني شنو نقدي لو ذمم لو واصل جزئي فبكيف، خلي خليها واصل جزئي. خلي اجي هنا اشتري من المادة رقم 1 لاخذ كمية اللي هنا 2 كرتون، الاكسباير مالتين يوم 2 بالشهر، مادة رقم 2 كذلك من اخذها كمية واخذ 2 منعتها، اكسباير مالتها خلي يوم 7 مثلا، واجي اخذ من رقم 3 اللي هي حفاضات كمية يعني اخذ لفت قطعتين اللي اخلي الاكسباير بعد خلينا نقول سنة اوكي. هسه كمل عندي هنا طلعت التابعات كل هنا كرتون كرتون بالة، رجعت اشتريت من رقم 3، خلي نشوفها بالعدد ايش راح تطلع لي. اشتريت من هنا 10 قطع، اكسباير مال القطع خلي نفس الشيء، ال10 قطع طبعا تعادل بالتين بس خليها على العدد اللي اشوف صار عندي. احنا قلنا بالبالة الوحدة ايش قد، بالة 5 يعني هسه عندي 20 قطعة. خلي اروح وين شوف المخزن مالتي بي 20 قطعة ولا، او العفو قبل الا اروح
بقينا الفترة احنا معلقة. قلنا له يابا احنا شنو واصل جزئي؟ صار عليه الحساب 672 ألف. فراح أقول له يابا أنا راح أوصلك 400 ألف، بقى علي 272 ألف، وراح أحفظ هذه الفاتورة. زين هسه راح أروح المن لا تقاري المخازن، خلي أشوف جلد المادة اللي يجي الحفاظات بامبرز. كم قطعة عندي؟ عندي 20. وردتني أول مرة 10 قطع، وثاني مرة 10 قطع. من صرف ما بيه، شلون يا ابا صارت 10 قطع؟ لانه البالة احنا عندنا بيها ايش قد؟ 5 قطع. فاشتريت اول مرة بالتين على 5 10، بعدين اشتريت عدد 5 همين 10 عفو، فصارت 20 قطعة عندي موجودة. هسه راح اجي اي فاتورة شراء يعني انا عندي، او فاتورة بي، اي فاتورة موجودة هنا عندي فد ربع للبحث، بس انطي رقم الفاتورة راح يجيبها الي. طبعا هاي الفاتورة انحفظت يعني بيها اي مجال اللي اجي عينها بس يعني هيدر. زين هنا بالمعاينة راح تطلع عندي هذا الشكل. هنا راح نجي للشي يعني مهم جدا هنا اللي هو عندي شنو الواصل. يا علي انت العفو شو اسمه هو رضا، رضا انت عليك 672 ألف دينار، سددتني من عتن 400 ألف، اللي هن 400 عادل 333 ألف، بقى عليك 333.33 سنت، فبقى عليك اطلبك 272 ألف دينار عراقي. هسه راح اجي ابيع. هنا بالبيع راح القى عندي اول حساب اللي هو زوق النقد، هذا للمستطرق. خلي ابيع له مثلا، ابيع له مثلا 5. هذا نقدي يعني ما عندي شيء وياه. خلي اضيف فاتورة ثانية، خلي نجي مثلا الى دور هاي تتعامل وياي بالاجل يعني باقي الحساب. مثلا خلي اقول له يابا واصل جزئي من رقم المادة رقم 1 اخذ من عندي فد 10 حبات، من هذا ابا وجوه موجود عندي رصيد 43، اخذت ال10 حبات هذه ايش قد بقى الرصيد؟ 33 بقى الرصيد. زين اجي اخذ من رقم 2 اللي هي باقات عندي همين 24 حبة، خلي اخذ 10 قطع. من رقم 3 باقات عندي 20، خلي اخذ 10. خلي اخذ اكمل شو اسمه 330 ألف مثلا، اعطاني 250 ألف، هذه بقى عليها 80 ألف. خلي اضيف الفاتورة بعد اللي هي علما الى محمد حسين، خلي نقول جبار كود المادة الأولى، العدد خلي نقول 10، المادة الثانية همين أخذ 10، باقي عندي 14، والمادة الثالثة خلي نجيبها 10، خلي نقول أخذ عندي 5 قطع، هذه راح أخليها دمم. صار دمم هسه محمد انا جيت اطلبه حاليا او ارجع لها طلبه 285 ألف دينار. هاي راح اقولها حفظ وانتهى الموضوع. زين هسه راح اجي اتابع الحسابات مال ذولي اللي اشتروا من عندي واللي اشتريت من عندهم العفو واللي اشتروا من عندي. خلي عندي لا فاتورة رقم 1 اللي هي انا اشتريتها من رضا، رضا ايش قد يطلبني؟ 272 ألف دينار عراقي. خلي اروح للتقارير المالية، طبعا انا كشوفات الصندوق يعني ايش قد عندي، ايش قد راح من عندي، ايش قد جاني. زين اجي الى تقارير النقدية، اجي المن مجهزين هو رضا. يا قال لي هذا مجهز رضا علي،
انت سددت مبلغ 400 ألف، وبقيش قد يطلبني 272 ألف. اذا اني هو دائن الي بش قد 272 ألف، رصيد ما تشقد طلع 272. اكو مجهزين غيره هم راح يجون ويا. طبعا هنا اقدر ابحث حسب التاريخ، يعني اكو تاريخ اخدم مع الاسف ما عندي تواريخ اخدمنيش، فراح يجي فيلي يعني اقول له هنا كشف حساب، راح ينطيني تقرير بكشف الحساب اللي موجود عندي، نوع حركة قائمة الشراء، انا اشتريتها بتاريخ 4/9 وبقيت مطلوب الى اشقد 272 ألف دينار، وهذا الرصيد مالتي. اوكي، اذا اجي اسوي هيك الكشف التفصيلي راح ينطيني كشف بالتفصيل بنسبة 100%. بقول لي انت اشتريت من رضا هذني المواد اللي هي حليب نوفيلاك، نوفيلاك وحفاضات بامبر سمين اشتريت من عنده. اجي المن الى الارصدة، هنا راح يطلع الارصدة جميع الموردين اللي انا اشتريت من عندهم بهذا التاريخ، او اريد لا تاريخ ابعد ما عندي اي مشكلة، منها اقدر اغير تاريخ الى اي تاريخ اخر. ما عجبني 2020 اخلي 2008، هاي 2008 هو يحدث بشكل تلقائي. زين، هسه اروح المن لا تقارير نقدية اللي هو زبون. يابا عندي اكو زبون نقدي، هذا الزبون نقدي عليه رصيد، ما عليه ولا شيء، ما اطلبه، هذا نقدي، رجال حاسبني نقد مباشر. زين، اروح المن للزبون دور علي، دور علي يعني دور ايش قد انا اطلبها؟ اطلبها 80 ألف دينار عراقي في الرصيد النهائي اللي عليه 80 ألف، يعني مدين انا اطلبه. اوكي، نجي المن محمد حسين، محمد حسين ايش قد اطلبه؟ 285 ألف، يعني هسه صار الدور 80 وهذا 285. نجي بيع، نروح الى بحث بيع، نكتب بس در. اوكي، راح تنفتح لي القائمة مالتها مالت البيع. فجابها الي هنا، قال يابا عندك اشتريت من عندك، اشتريت من عندي هذه المواد بسعر 330 ألف وباق عليها 80 ألف، شيء مضبوط جدا. نجي للفاتورة رقم 3 اللي هي المحمد حسين 285 ألف، فهذا الشيء يعني مضبوط إن شاء الله بنسبة 100%. هسه نروح مثلا راح يسددوني، مثلا محمد حسين اجى اليوم قال يابا هكذا فد 120 ألف، ماشي، استلمت من عنده 120 ألف دينار عراقي. نعم، بس يعني ارجع لها بعدين. العفو، محمد حسين هذا جاء الحساب مالته، اذا اريد اعينها يعني اقدر من انا اسوي لها معاينة اي فايف. يابا محمد انطاني 120 ألف اللي هي تعادل 100 دولار. زين، واذا اريد اخلي له ملاحظ، طبعا هي انحفظت السنة، هذا طبعا حفظ. هنا اذا اجي للصرف طبعا جتني 100 ألف زيادة. هناك ايش قد كان حساب محمد؟ اذا ارجع الفاتورته خلي رقم 3 285 ألف، بعد فاتورة انتهى موضوعها. وين راح يصير كل شغلي اليوم؟ راح يصير تقارير نقدية الزبون. اجي الى محمد حسين 285 ألف، زين راحت من عتج، سددني 120 ألف، الباقي جيد 165 ألف دينار. زين، خلي اخذ سند قبض ثاني اللي هو منين، خلي نقول من در، نقول فد 50 ألف. زين، يعني شقد بقى اطلبها در؟ بقت 30 ألف دينار. زين، هاي بس راح انطي انتر، راح تجي عندي در بقى عليها 30 ألف دينار.
مجموع الإجمالي يعني للزبائن ذولي، يعني المجموع الكلي للكل، إيش قد أطلبهم؟ 195,000 دينار. زين، هسه نجي، استحق الإيجار عندي حاليا وأريد أسدد الإيجار مثلا، نجي هذا شنو الإيجار؟ راح يسدد قبل أن نجي المركز المالي. المركز المالي لحد الآن إيش قد أرباحي؟ 180,000 دينار، وأطلب 195، ما مسددة، هاي ما لنا علاقة. بينجي المشتريات اشترينا ب 672,000، مبيعات بعنا ب 655,000، صافي المبيعات 655، تكلفة المبيعات صارت هاي ايش قد؟ 675. ارصد تو الفترة، ما عندي رصيد اخر فترة، ايش قد عندي؟ صار 197,000 دينار. صافي الربح مالتي هنا ايش قد؟ 180,000 دينار. خلي اسدد شكو ديون هسه موجودة، خلي اسحب، او العفو خلي انطي سنة الصرف مثلا، ارصدت موبايل، خلينا نقول صار عليه اليوم ما ارصدت موبايل 25,000 دينار عراقي. زين، لقيت عدل 20.83 سنت. هسه راح اجي المن للمركز المالي، راح اتابع ايش صار عندي. اجي المن للمصروفات، وين راحت؟ هاي صار عندي مصروف 25,000 دينار. مش قد 25,000 دينار. طبعا هنا المركز المالي راح ياخذ لي التعاملات الماليه من بدايه اول عمل الى حد هذه اللحظه، يعني اذا اشتغلت بيوم 4/9/2006 لحد الان 2020، يعني هاي الفتره كلها راح يحسب ويجيب لي شكو شيء هنا، راح يخلي من ارصده، من مصروفات، من أرصدة ملاك وزبائن ومجهزين، مشتريات، من مبيعات، من كل شيء، شكو أرصدة مالية راح يجيبها هنا. زين، هسه هذه عرفنا، هسه ايش راح نسوي؟ راح نصدر لنا فاتورة بيع بعد المن لحسين عباس. خلينا نقول هذا نقدي راح ياخذها من عندي، مرة رقم واحد أخذ على 14 قطعة، من رقم 2 خذالها فت قطعتين، من رقم 3 خذالها فت قطعة واحدة، خلينا نقول هيك يعني انتهت عندي. زين، هذا سدد نقدي. هسه راح اسوي اجي المركز المالي، صار عندي 206. زين، هسه راح نجي المن العمليات اللي صارت. طبعا هذا الشيء نسيت اذكره لكم، طبعا هنا الحفظ عندي شكو فاتورة، العفو شكو حركة سويتها، يعني من فواتير بيع وشراء او سندات قبض وصرف او ما محفوظ قبل اجل هنا، يعني هو رماني شغل اليوم حقول له حفظ، راح تنحفظها حتى بعد ما حد يعدل عليها ابدا. زين، هسه وين اروح؟ اروح للاعدادات، العفو الاضافة، فتشينا عندي العمليات، هاي العمليات شنو مكتوب فوق عندي؟ عمليات المستخدمين. اجي هنا عندي علي، هاي العمليات اللي قام بها علي اليوم، الحركات هي وارقامها، طبعا هنا أنا من سندات صرف وقبض والى اخره، يعني اي خلل يصير ما حد ينكر. مثلا محمد ما عنده اي عملية، كل اللي قام بالعمليات اللي هو منو قام بها علي، اللي بدت هي من الساعة 11:41 لهسه الساعة 12:09، العفو 12:05. زين، ما اقدر اغير اي شيء، العفو هاي ناس مقافلها، فهسه راح اقفلها ان شاء الله، لانه لازم ما نغير اي شيء بيها. زين، هسه نجي عرفنا الاساسيات اللي موجوده بالبرنامج كلها ان شاء الله. اهم شيء راح يعني انتبه له هنا، انه بالبيع من اجي ابيع، طبعا ما اخلي نجي مثلا، عفوا هذه انحفظت، ما صار
هسه راح نجي نطلع من البرنامج ندخل مرة ثانية وراح نشوف ايش راح يصير عندنا. هسه أنا طلعت من البرنامج ورجعت له مرة ثانية، فمن راح أدخل قل أشوف ايش راح يصير عندي. زين هناك مواد ستنتهي صلاحيتها، وقال لي شنو مواد راح تنتهي من المخزن. عمي قال لي هنا عندي حليب نوفلاك، عنصر فن من عنده شقد 39، بقى عندي 9، وهو شقد اللي واردني 48، وهنا 22. فاني محدد شنو بالرصيد الاول من ضفت المواد، قلت له يابا على 10 ثاني كلنا اعتقد سويتهم، فراح يعيد للطلب من يوصل 10 الى ادنى. زين هسه راح نجي هنا حليب النوبلاك، قال لي يابا هذا باقي له 3 ايام وتنتهي الصلاحيه مالته، وباقي عنده رصيد من عنده قطعتين. وعنده شنو حليب نوفلاك النوعية الثانية اللي هي الدبل، باقي بصلاحيته 28 يوم. فيقول لي انتبه، وهنا نبهني على فد شي قبل من قبل 300 يوم، 300 سنة كاملة يعني حسابها. اوكي فجاب لي راح يصير اكسباير بالبداية، جاب لي اول شي فقال لي عيني عندك هذا راح ينتهي راح يصير اكسباير. اوكي فانتبه لهذا الشيء، ماني بعد امشي هدايا او غير شيء. بعد بقى عندنا شيء مهم واساسي ما تكلمنا به، وهي المرتجعات للبيع والشراء، وبعد عندنا الخصومات. هسه نجي ناخذ مرتجع بيع، بس خلي اشوف فواتير البيع المن، خلينا ناخذ منه ايش قد اخذ 14 قطعة، خلي ارجع من 4 قطع بس خلي اتاكد من المخزن يجي رصيدي. تسعة وثمانية اثنين. زين العفو هو هذه طبعا 9، راح ارجع منين نسيان عباس يعني اللي هاي الفاتورة رقم 4، انا ماخذ 14 حبة، راح يرجع لي طبعا الرصيد مالته 9. اوكي راح يرجع لي حبتين، فراح يصير الرصيد مالتها 11 قطعة عندي لازم. فهسه اروح لمن مرتجع البيع، يا تعال حسين نبدا انا هنا راح ارجع هذا، رجع لي قطعتين ماشي. هسه رجعت لي قطعتين، خلي اروح اشيك رصيد هاي المادة ايش قد صار. المفروض راح يصير عندي 11 قطعة، صار عندي هنا جيت 11 قطعة، رجعت لي 2 ماشي. خلي ارجع هسه المن طبعا شي نسينا انه المفروض اكسباير مالته هم يعني نازله، هذا التنبيه يعني. هسه راح اروح لمن مرتجع شراء، هسه صار عندي 9 قطع، العفو صار 11 قطعة، 9 ب2. اوكي هاي طلعت لي هيك لانه ما خليت لها التاريخ مال التصريحي، اللي رجع لي قطعة واحدة، فراح يصير عندي رصيد ايش قد 10، 9 و1 10. خلي اشيك بكارت الصنف، تقارير مجرد الاصناف سعر المواد هنا، حليب نوبلاك صارت عندي 10 قطع. طبعا هنا الارصدة هنا اقدر ابحث يعني عن المادة، عن اي مادة من المواد، بس مجرد انقر عليها راح اطلع الرصيد مالته اللي موجود عندي بشكل كلي. هنا أنا اجي لإعادة الطلب، طبعا كل المستحقات إعادة الطلب. هنا عندي التقارير، طبعا تاريخ نفاذ مالت المواد، هنا أنا طبعا هاي المواد اللي راح تنفذ اكسباير تصير، هنا أنا إعادة الطلب عندي هم يعني مفصولة وحدها. نجي بعد المن إلى الخصومات المكتسبة والمسموح، طبعا نخليها تويا من وين نقد.
أني اشتريت من رضا طبعا المجهز، حصلت من عنده خصم فد 50,000 دينار، هاي جاني خصم 50,000، أروح المن المسموح يابا المن خلي أصرف بالدور فد 15,000، هذي انطيتها خصم إلها. يعني أنا فد هدية أو فد شي، يعني شلون مقارب الهدايا مرات أو فد مواد راح تنفد عندي اكسباير، فراح شو أسوي؟ أخذها أقدر بقائمة، طبعا إن شاء الله راح أضيف الهدايا إلي وراح يعالج يعني بعض المواقف إن شاء الله بيه، فسأرجع لمن أرجع المركز المالي. صارت عدة تعاملات مالية اللي هي مرتجع مشتريات، طبعا صار عندي ب5,000 دينار وعنده مرتجع مبيعات 16، شلون صارت لي 2 في 8 16 قطعتين رجعت. اوكي، صار عندي هنا أنا عندي خصم مكتسب اللي اني حصلته 50,000 وخصم مسموح اللي هو شقد 15,000، في ال50,000 طبعا هاي راح تنضاف عليها من على صافي الربح، بس نقص من عندي شقد؟ نقص 15. زين، فايش ضلين؟ 235، المهم بقى عندنا تقرير بيع او شراء. هنا راح يكون عندنا مثل ما يسموه اللي هو يعني مكشوفات يعني عامة للمشتريات والمبيعات. مثلا اجي هنا عندي مجهز اللي هو اسمه رضا، من اول لاخر مادة. هذا شو اشتريت من عنده؟ اشتريت من عنده حليب نوبل اكو حفاضات، وبعدين رجعت له. زين، جيت وحدة صارت بالسالب، اقدر اطلع لها شوف تغير طبعا اهم شي بيها، طبعا هاي الكل يعني نفس الشي، من اقدر طلعها تقرير. يعني قال لي هنا من مادة واحد لمادة، يعني كل المواد مجهزة. هذا جيد، رقم 2، رقم الحساب مالت رضا 2، الكمية 91، اشتريت من عدة بهالقد، يعني الكمية اللي وردتني من عدة من المواد. زين، نجي حسب الصنف، حسب التاريخ، مجهز ومادة. مرة اخذها على المجهز، مرة اخذها عليها من على المادة. خليني نجي نشوف التقرير مالت المجهز. رقم الحساب مالت رضا جيد 3. زين، جيت اشتريت من عند المواد اللي هي الأولى والثانية والثالثة اللي هو حليب نوبلاك، حليب نوبلاك وحفاضات بامبرز، وردتني بهذه الكميات لنا 47 24 و 20. هاي ليش صارت عندي 47؟ لأنه أنا رجعت له قطعة فصارت 47، هي لازم 48 بس رجعت له وحدة. زين، العكس مالتها اللي هي المادة ومن يا مجهز خذتها، نفس العملية راح تصير وين؟ يم ويا ال عفوا المبيعات، ماشي. فهنا يا بعد هاي المادة رقمها شقد؟ 1، يعني الباركود مالتها. حساب 2 اللي هو رضا اشترى من عند، اشتريت يعني من عنده 47 قطعة، وهكذا. زين، الكمية الواردة طبعا 91، الرصيد مالت في المبلغ التكلفة مالتها صارت عليها 667,000 دينار عراقي. اجي هسه من الى تقرير البيع، كذلك يعني نفس الشيء. مثلا اجي من دور، خلي اخذ بس دور فرضا لكل الاصناف. اجي هنا اقول ازبط هذا الزبون اللي اسمه دور اشترى من عندي هاي المواد بهيج كميات. زين، نجي هنا بس اخذ من عندي ما يعني 30 قطعة، طلعت التفاصيل مالتي اللي هي مثلا حليب نوفيلات طبعا 10 قطع ب8,000، صار 800,000. هنا عندي الثاني اللي شيء سعره 16 في 10، حمير راح يصير 160,000 دينار عراقي. وآخر شيء طبعا عندنا يعني
خلي اشوف هاي اشوف معه جتني على المرتجعات هذي راح اقول لك كلها حفظ هذا راح تنحفظ حتى جي المن للمذكرات راح اضيف فد مذكرة يعني خليها بتاريخ اليوم اي شيء مثلا مثلا بدفع الايجار اصلا راح اغلق وافتح البرنامج من جديد وراح نشوف ايش راح يصير عندنا هنا. طبعا اغلقت البرنامج راح افتحه هسه من جديد. هسه يقول لي يابا هناك مذكرات يجب ان تطلع عليها، هذا هو التذكير اجاني. ويقول لي هناك مواد راح تنتهي صلاحيتها وهناك مواد ستنتهي من المخزن. اجي اشوف يا مواد اللي راح تنتهي عندي اشيك وضعي اوكي. اجي هنا المذكرات يابا يقول لي هذه المذكرة انطاني بها تاريخ تذكير. شنو هاي المذكرة؟ اه ادفع الايجار. يابا شكرا ذكرتني ممنوع منك راح ادفعها هسه. اقولها انتهت واسد. اروح لل المذكرات طبعا ناسي يعني هنا المفروض مربوطه بتقرير المذكرات ان شاء الله راح اضيف زر هنا وياهن. راح اشوف المذكرات المنتهيه واللي باقيه علي بهذا القدر ان شاء الله يعني تم شرح البرنامج لكم. واعتذر جدا يعني عن اي خطأ احتمال صار بالشرح وشكرا جزيلا لكم جميعا في إضاعة الله.